السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج صحافتكم، لنستعرض معكم أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2021. على الله توكلنا مشاهدين، ونبدأ مع عناوين صحيفة الوطن والتي استهلت: مجلس الوزراء، مؤشرات اقتصادية تسجل أداء يوازي مستويات عام 2019. مصدر لصحيفة الوطن: النواب يعقد جلسات حضوريا. وإلى صحيفة الأيام والتي استهلت: فريق البحرين عزز التعافي الاقتصادي، وزير المالية تكثيف الجهود نحو تحقيق برنامج التوازن المالي. الداخلية: لا قيود على العقوبات البديلة. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت: محافظ العاصمة يطلع على خطة إنشاء متحف يوسف بن أحمد كانو. الحرق يصعد إلى النهائي الأسيوي بالفوز على العهد اللبناني. أما صحيفة البلاد فقد بيّنت: فعاليات المرور تحقق رقما قياسيا عالميا في الحد من مسببات الحوادث. 19 مقاولا يتنافسون على مشروع سكني في الرملي. نطالع من صحيفة البلاد أن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، هنأ فريق المحرق بتأهله للنصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأسيوي بعد فوزه على نادي العهد اللبناني. وقد أشاد سموه بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه فريق المحرق في هذه المباراة، بالحضور الجماهيري لتحفيز ومساندة الفريق في هذه المواجهة. لفت صحيفة البلاد أن هيئة تنظيم سوق العمل أعلنت عن إعادة افتتاح مكاتب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لدى هيئة تنظيم سوق العمل بدءا من يوم الأحد 26 من شهر سبتمبر الجاري، حيث سيقدم المكتب الخدمات الأساسية لأصحاب الأعمال. نقلت صحيفة البلاد أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدرت قراراً باستئناف اعتماد استيراد اللحوم المبردة من جمهورية كينيا، على أن يتم الالتزام باشتراطات الاستيراد والالتزام بالمسالخ المعتمدة. بقلم الكاتب علي الجزاف، نشر صحيفة الوطن مقالاً له حمل عنوان: السعودية حقا هي لنا دار. فإلى هذا المقال: يومان يفصلاننا عن مناسبة وطنية عزيزة على قلوب البحرينيين، ألا وهي ذكرى اليوم الوطني السعودي التي توافق يوم الخميس 23 من سبتمبر. تلك المناسبة التي سبق وأن قلت عنها إنها مناسبة للبحرينيين أيضا وليست للإخوة السعوديين فقط. ونحن نستذكر هذه المناسبة الغالية، لا بد لنا من الوقوف طويلا والتفكير مليا فيما حققه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وكيف استطاع توحيد هذه البلاد الكبيرة تحت راية واحدة وشعار واحد قبل 91 عاما. وما الشعار الذي اتخذته المملكة لذكرى هذا العام إلا تعبير عنا جميعا؟ وبالفعل السعودية هي لنا دار، ولطالما شعرنا به بمجرد أن نزور أرضها المباركة. فذلك الشعور بالانتماء والحب الكبير اللامحدود لهذه الأرض الطيبة يجعلنا نشعر حقا بأنها دارنا. وبالفعل كان اختيار هذا الشعار في محله، فهو يمثلنا جميعا. من الصفحة الأخيرة لصحيفة الوطن نقرأ أن مملكة البحرين تشهد ظاهرة الاعتدال الخريفي مساء يوم غد الأربعاء في تمام الساعة 10، معلنا عن نهاية فصل الصيف وهو أطول فصول السنة. نطالع من صحيفة الوطن صورة لجامع محمد الحسن في منطقة الساية بالبسيتين، والذي يعتبر تحفة معمارية فريدة.
نتحول مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الأيام ونقرأ منها أن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد أن استمرار الجهود المشتركة لفريق البحرين بروح الفريق الواحد عزز من وتيرة التعافي الاقتصادي، منوها بمواصلة تكثيف الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة لبرنامج التوازن المالي خلال المرحلة المقبلة. لفت صحيفة الأيام أن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أكدت أنه لا صحة لما يتردد عن قيود للعقوبات البديلة، موضحة أنه لا توجد أي قيود على من يتم استبدال عقوبتهم باستثناء أن يكون ملتزماً بتطبيق العقوبة البديلة. خطف ممثل الكرة البحرينية فريق المحرق كرة العبور للمباراة النهائية لغرب القارة الأسيوية لمسابقة كأس الاتحاد الأسيوي بفوزه الثمين والمستحق على العهد اللبناني حامل اللقب بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الدوري نصف النهائي التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا. ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج ونطالع منها أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أعلن عن توظيف أكثر من 17,000 مواطن في مختلف منشآت القطاع الخاص حتى 8 من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يشكل ما نسبته 70% من العدد المستهدف في البرنامج الوطني للتوظيف بنسخته الثانية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 26% عن ذات الفترة من العام الماضي. لفت صحيفة أخبار الخليج أن محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة اطلع على عرض مرئي حول خطة مشروع إنشاء متحف عائلة يوسف بن أحمد كانو والذي سيقام في المبنى التاريخي للشركة بسوق المنامة ليصبح في المستقبل واجهة سياحية ومعرفية. علمت صحيفة أخبار الخليج أن ثمة مساحة في هورة سند قد تم تصنيفها ضمن المخططات الإسكانية الجديدة القادمة إلى جانب العقارات المتنوعة، وأفاد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدية جنوبية عمر عبد الرحمن بأنه من المؤمل أن يخدم هذا المخطط الواقع في جنوب هورة سند مجمعات 643 و645 و646. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقي برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.